بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على عبده محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب تحريم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال في لباس وحركة وغير ذلك. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وفي رواية: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم. هذه الأحاديث فيها النهي الصريح عن أن يتشبه كل جنس خلقه الله تعالى للجنس الآخر. والله تعالى خلق الرجال وخلق النساء، ولكل واحد من هذين الصنفين والجنسين هيئة في منظره وكلامه ولبسه وحركاته وتصرفاته. لذلك كل إنسان يتشبه بالجنس الآخر الذي خلقه الله تعالى فإنه يحاول أن يغير ما خلق الله تعالى في نفسه، وهذا من المحرمات الكبائر، لذا استحق اللعن. واللعن يا أيها الكرام هو الدعاء بالطرد من رحمة الله عز وجل. فلما يذكر الله تعالى في كتابه: ألا لعنة الله على الظالمين كذا كذا، هذا اللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل. فإذا هذا الذنب، لذلك ذكر بعض أهل العلم قالوا هذا ضابط بمسألة كبيرة، ضابط يعني حد فاصل من جملة ما تعرف به المسألة القضية أنها من كبائر الذنوب أم أنها من الصغائر. قالوا من جملتها أن يستعمل اللعن، فإذا قيل لعن من فعل كذا، لعن الله من فعل كذا، فإن هذا الأمر الذي يرتكبه الإنسان كبيرة من الكبائر. قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من الرجال والمتشبهات من النساء للرجال. واللفظ القبله: لعن رسول الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. المخنث عند العرب هو الذي يقلد المرأة في لبسها، في هيئتها، في كلامها، في أي شيء، هذا يسمونه مخنث. والمترجلة هي التي تتشبه بالرجل حتى تصبح كهيئته فيقال لها مترجلة. وهذا أمر صار في زماننا كثيرا جدا، لذلك اخترت اليوم هذا الباب لنبحث فيه، لأنه أمر منتشر بشكل عجيب. كثير من شبابنا اليوم يلبس في يده سلسلة، في عنقه طوقا، في أذنه حلقا، وأشياء أخرى من عجائب الدنيا، يطيل شعره طولا كبيرا، يعني تراه يحلق لحيته بشكل عجيب شديد، يعني مؤذن مؤلم، حتى يكون كالمخنث، وكذا يحلق شاربه إلى كل هذا. فهذه من الأشياء التي لا تصح. يضيق ثوبه الذي يلبسه وهو البنطال بشكل أيضا عجيب غريب. كل هذا فيه تشبه. إذا جاء الإنسان فقل: لا لا، أنا ما أقصد التشبه،
شئت أم أبيت أنت بهذا التصرف متشبه الذي يلبس الحلق والثوب والإسوار والسلسلة ليس الرجال أبدا، ليس هذا لبس الرجال. فأنت إن قصدت أو لم تقصد فأنت داخل والعياذ بالله تعالى في هذا اللعن. هذا من شأن النساء. فيا أيها الكرام أقول هذا أيضا لتنبه كثير من المصلين أبناؤهم يفعلون هذا. يقول ما يستمع، بده يستمع غصبا عنه. أتريد أن يكون ملعونا؟ إن أردت أن يكون ملعونا فابقى ملعونا. ملعونا شيء خطير وهو من الكبائر، يعني يذهب بثوابه وبأعماله. قال والله طيب حباب ولا حباب بس ملعون، طيب إيش نفعل فيه؟ ومو أنا اللي لعنت، لو أنا يا أخي ما كلامي وكلامك سيان، نحن بسطاء. لكن هذا سيدنا رسول الله والحديث في الصحيحين يلعن المتشبه. وكما قلت في أشياء لا يستطيع أحد أن يدعي لا لا أنا لست متشبها. لهذا شأن النساء الذي يلبس هذه النساء من أجل الزواج، من أجل الزينة. تسمعون كلكم حلي الزينة، هذه تلبس للزينة من المرأة للرجل لزوجها، فكيف أنت تصنع ذلك؟ ثم أفصل أكثر. يأتي الشيطان أحيانا ليقول لبعض هؤلاء أو نفسهم الأمارة بهذه السلسلة فضة، مش من أحل الفضة للرجل؟ قال مو في خاتم؟ سيدنا النبي كان يلبس خاتما. دخلنا الآن في الصد والرد، في اللف والدوران الذي يسميه. نعم كان سيدنا رسول الله قد أذن في الخاتم فقط قلقل كبرى في الأخير، فقط ما في غيره أبدا، لا يحل لبس غيره أبدا غير الخاتم. لذلك شرط بعض أهل العلم أيضا أن يكون الخاتم صغيرا الذي يلبسه الرجل إن أراد. لذلك العلماء اختلفوا، هل لبس الخاتم سنة أم أن رسول الله لبسه لحاجة وهي ختم الرسائل؟ يعني الخاتم الذي لبسه كان يختم به رسائله، مو بس كان لبسه للزينة، لبسه لختم الرسائل التي يرسلها للملوك. الخاتم نفسه لما هو ما كان يلبس خاتما، لما قالوا له أراد أن يرسل الرسائل إلى ملوك الأرض يدعوهم فيها إلى الإسلام في أواخر العام السادس وبداية العام السابع الهجري، قالوا إن الملوك لا تقرأ كتابا إلا مختوما، فاصطنع حينها خاتما وصار يختم به رسائله. لذلك هذا فقط مستثنى. أما الفضة فهي حرام للرجل كالذهب ما عدا هذا الخاتم. لذلك الذي يضحك على الإنسان فيقول إيه معلش هذه فضة، لا فضة ولا نحاس ولا حديد. لو أن الإنسان لبس سلسلة حديدية نقول له أيضا لا يحل لك هذا من التشبه. طوق في عنقه من الحديد أيضا نقول لك له لا يحل لك هذا من التشبه. أيضا هذه قضية ضحك الشيطان على الإنسان أو هو نفسه من نفس الأمارة تلعب به حينما يطول شعره. لماذا تطول شعرك؟ يا سيدنا رسول الله كان يطول شعره ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك ما لم أرد. سيدنا رسول الله كان يطول شعره؟ قال نعم، محتما قرأت أو سمعت. يا والله صحيح. وكان يضع عمامة، أنت تضع عمامة وتشو. كان يصلي 4 ساعات قيام الليل، أنت تصلي الصلوات الخمس أصلاً؟ اللي هديك يمكن سنة، الصلوات الخمس سنة، بس إطالة الشعر فرض. الصلوات الخمس سنة، بس تطويل الشعر كالنساء هذا فرض. كان لا يترك صلاة الجماعة. كان يتصدق على الفقراء حتى لا يبقى في بيته طعام إلا القليل. كان وكان. وكثير من هذه الأشياء التي يقوم بها فرض ليست سنة، وأنت لا تقوم لا بالفرض ولا بالسنة، أفستمسك تتمسك بهذه السنة ثم تترك فرائض الله عز وجل؟ بالله عليك أنت صادق أم كما قلنا منذ قليل
تضحك على نفسك يعني لا على الناس لا والعياذ بالله على الله على من؟ هذا كلام فارغ لا تقوله يا أخي، لو سكت كان خيرا لك. قال العلماء أيضا من قديم قضية هي خطيرة جدا، هذه القضية التي سأذكرها، لو أن إنسانا قال السرقة حرام ولكنه يسرق فهو آثم، ولو أن إنسانا آخر قال إن السرقة حلال وهو لا يسرق لكان الذي يقول إن السرقة حلال أعظم جرما عند الله من الذي يسرق ويقول وهو حرام. افهم بالله عليك، قلت المسألة خطيرة ما فيها لعب، لذلك أقول موضوع تطويل الشعر لا تكذب على الله يا ولد يا إنسان يا مخلوق يا طيب. قد أكون مقصرا أنا، نحن لا نذكر هذه، دائما أقول لكم لا نذكر أخطاء الناس التي يقع فيها لنعيب أو لنحتقر أو لننتقص فلانا وفلانا، كلنا خطاؤون، ولكن لنعرف الخطأ فنجتنبه ولننصح بشكل صحيح ولنذكر هذا الإنسان بما يفعله كان خطأ، لا لأننا خير منه ولا لأنه يعني ننظر إليه باحتقار، لا هذا لا يحل المسلم أن يحتقر أخاه. ولكن إذا أعيد، إنسان يسرق فعلا هل هذا حرام يا سارق؟ إيه حرام، لماذا ترتكبون؟ مخطئ أنا الله يغفرني، مخطئ أنت مخطئ فعلا كما قلت، وإن كنت تنوي التوبة لعل الله يعينه، أنت ترتكب حراما ولكنه له حد. أما إنسان يحلل الحرام ولو كان لا يفعله، لا يسرق، بس مين قال السرقة حرام؟ الله اللي قال السرقة حرام يا إنسان، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. إذا أنت تحلل ما حرم الله، أنت بذلك تكفر. ما بسرق، بعمله ما سرق قرش، لكنه كفر نهائيا، خرج من ملة الإسلام. فهذه قضية خطيرة، فواحد يجي يدعي والله أنا أطول شعري ابتداء بالسنة، إيه أنت لا تفعل الفرض، أي سنة؟ فهذه لا ينبغي لعبد أن يلعب بالألفاظ، يا أخي أنا مقصر، استغفر الله، الله يغفر لك، أنا لا أقول لك لأنني أنا ولي من، أنا أقول لك من باب النصيحة، هذا لا يحل، فلا ينبغي لك أن تفعل. لذلك يا أيها الكرام نبهوا وتنبهوا، لا يستطيع إنسان أن يرى إنسانا عزيزا على نفسه يريد له الخير كابن أو صديق يراه متشبها بالنساء ثم يتركه، يجب أن تبلغ أمر الله عز وجل، لا كما قلنا لأننا نتفاصح عليه وندعي أننا أهل الصلاح والتقوى، بل من باب النصيحة الدين النصيحة. تضييق الملابس أيضا هذا لا ينبغي للمسلم أن يفعله أبدا، لا رجالا ولا نساء، إلا المرأة لزوجها هذا كأمر مفروض منه، لا رجالا ولا نساء. فبعض الناس يقول أنا رجل، وإذا رجل أليس لك عورة؟ كيف تضيق هذه الثياب وتخرج؟ ما هذا؟ لمن تتزين والعياذ بالله تعالى؟ لمن؟ إيش هذا المنظر القبيح؟ الآن يعني يمكن ثلث أو نصف ما يسمى ببنطلونات الرجال بهذا الشكل على حجم الجسد تماما. طيب ولما يسجد هذا الإنسان ويركع إيش هذا المنظر هذا القبيح الذي لا يليق بالمسلم أن يفعله؟ كيف هذا؟ هل هذا منظر يعني والعياذ بالله تعالى إيش هذا؟ تشبه بالنساء، تشبه والعياذ بالله بمن يعمل عمل قوم لوط ولا بفعل ما؟ قال والله هذا الموجود بالسوق، لا والله ما في كلام. تبحث عن ما يرضي لا تجد، كل إنسان يبحث عن بغيته يجدها، أما الإنسان الذي والله هذا الموجود في السوق هذا ليس عذراً، ليس عذراً، فقد أهل السوق ينزلون ما حرم الله، فأنا أتبع أهل السوق، أهل السوق مو كل أهل السوق أهل سوق طبعاً، بعض منهم قد يكون أهل سوق وبعضهم قد يكون من الصالحين يوجد فيهم كل شيء، ولكن أنا لا أتبع ما يريده الناس، أنا أتبع ما يريده رب الناس. رب الناس ماذا يريد مني؟ هذا الذي أمضي عليه،
فأنا أبحث عن بغيتي وطلبتي، أجد الشيء المناسب فألبسه. لا يعني هذا أنني سألبس شيئا يضحك الناس مني عليه، لا يعني. ولكن يا أيها الشاب أيضا لا تلبس شيئا يحرمه الله من أجل أن يروني أو لا يروني. أنا أفعل الحرام من أجل أن يروني، لا يروني ولا أراهم، ما شأني وشأنهم؟ هذا أيضا مما ينبغي للإنسان المسلم أن يتنبه له. ذكرت لكم أيضا حلق اللحية بشكل زائد عن الحد. طبعا ذكرت أنا مرارا موضوع حلق اللحية يا أيها الأحبة عند أكثر أهل العلم حرام، هذا هو الواقع يعني، ولا نستطيع أن نقول شيئا أخر. أكثر أهل العلم يقول حلق اللحية مو مكروه. أرجو أن أكون دقيقا وأن تنتبه لما أقول. حلق اللحية عند أكثر وعند الكل، عند أكثر أهل العلم حرام مو مكروه، حرام. الآن في مذهب إمامنا الشافعي رحمه الله قولان، قول إنه حرام مثل البقية، وقول إنه مكروه فقط حلق اللحية. يعني لو قلد الإنسان هذا القول على ضعف فيه كذا كذا لعل له مخرجا، لأن هذا حلق. أما الذي نقوله في باب التشبه فالذي أذكره أمر زائد عن الحلق، يعني أقول ويعني النتف. ما الذي تصنع أنت بنفسك يا أيها الشاب أو يا أيها الكبير حتى الناظر إليك من بعيد لا يراك إلا كامرأة ممسوحة؟ ما هذا الذي يفعله المسلم بنفسه؟ كيف يطيب نفسه مسلما أن يفعل هذا؟ لا يستبين له جزء من لحية أبدا ولا ذرة من شعر، لا في وجهه في لحيته ولا على شاربيه. كيف يطيب لمسلم أن يفعل هذا؟ هذا شأن النساء. إذا المرأة خلقها الله بلا شعر وجه، لا لحية ولا شارب، يعني ولو أقلت أثرا يسيرا أشعر نفسك وأشعر الناس بأنك رجل، لست امرأة ولا تتشبه بالنساء. أيضا لا يحل لكم أن تروا أبناءكم بهذا الشكل ثم تسكتوا، لا يحل. يا بني أنت لست رجل، لست امرأة، هذا حرام، هذا الشكل، هذا تقليد للنساء الذي يراك من بعيد من شدة حلقه ونتفه للشعر، الذي يرى من بعيد لا يتم يقول هذا امرأة أو رجل، لا يدري، لا يستبين الحق. فسبحان الله. لذلك أيها الأحبة هذه الأمور لا ينبغي للمسلم أن تغيب عنه قط، فإنها من الأمور التي لا يحل له أن يفعلها، اسمها شديد. قال وعنه قال أي عن أبي هريرة قرأنا الحديث، صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. هل رأى رسول الله أهل النار؟ طبعا. وهل رأى أهل الجنة؟ طبعا. متى؟ مرارا. رآهم في رحلة الإسراء والمعراج. قال إليش دخلوا النار؟ يسمون نحن في الحياة الدنيا، نعم. قال إيش رأى لك؟ مثلهم الله لهم، هيئات أهل النار وعذابهم مثلهم الله لهم. ورآهم مرة أخرى في صلاته. قال كيف في صلاته؟ قال في الحديث الصحيح، عرضت علي الجنة والنار آنفا في الصلاة، كان في صلاة الفرض في الجماعة، فكشف الله الحجب فرأى أهل الجنة وأهل النار وهو في الصلاة. الحديث صحيح في البخاري، فرأى أهل الجنة وأهل النار. وتكرر هذا مرارا، كشف الحجب وإطلاعه بإذن الله على عذاب أهل الجنة وعذاب أهل النار. لأن من أنواع عذاب أهل النار ومن أصنافهم يعني أقسامهم، قال صنفان لم أرهما، تشير كلمة لم أرهما إلى أنهما أهل زيادة في العذاب والعياذ بالله تعالى، عذاب فادح خطير. قال إيش هؤلاء؟ أولهم قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. هؤلاء هم المتسلطون على الناس ويعذبونهم،
يعني الحاكم القاضي الذي له سلطة كذا على الناس فيضربهم ويعذبهم ويجلدهم. سياق كأذناب البقر، وأذناب البقر طويلة وممتدة وسخينة نوعا ما. فهؤلاء هم الذين يعذبون عباد الله تعالى ظلما وعدوانا ممن لهم تسلط عليه. هؤلاء لهم عذاب شديد لذلك لم يروا. الصنف الثاني وهو موضع الحديث الذي نتكلم عنه، قال: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة. قال كيف كاسيات عاريات؟ كاسيات بمعنى لابسات مكتسيات الثياب، وعاريات واضح، هاتان الكلمتان عكس بعضهما، كيف تجتمعان؟ فسر أهل العلم هذه الكلمات بعدة تفسيرات، منها أنهن يلبسن ثيابا شفافا، فهن مكتسيات يعني لابسات، لكن هذه الثياب تشف عما تحتها، فهن في الواقع عاريات. فهن كاسيات وهن عاريات في آل واحد. وقول آخر: كاسيات عاريات، أي أحيانا يكتسين يلبسن الثياب إذا كانت تشد أنظار الرجال، وأحيانا يعرين أجسادهن مرة أخرى ليشددن أنظار الرجال. فأحيانا هن كاسيات بثياب تشد النظر، وأحيانا هن عاريات ليشددن النظر أيضا. وقيل أقوال أخرى في هذه القضية. إذن هن كاسيات عاريات مائلات مميلات. مائلات أي في أعمالهن مائلات عن الحق، يعني منحرفات الحق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هن مائلات عنه. مميلات أي مميلات غيرهن عن الحق، أو مميلات أنفسهن عن طاعة الله عز وجل، أو مميلات غيرهن عن سبيل الله. تصحب الواحدة الأخرى فتقول لها: لماذا تحتجبين هذا الحجاب؟ إيش هذا المنظر؟ انطلقي تحرري. فهي تميل قلب صديقتها وصاحبتها إلى الضلال والفجور. مائلات مميلات تحرف قلوب من حولها عن الحق، تشجع صاحبتها على ترك أمر الله عز وجل. قال: رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. أسنمة جمع سنام، والسنام هو الذي الحدبة التي تكون على ظهر الجمل، هذا هو السنام أو السنام. نعم، جمعه أسنمة، كأسنمة البخت. قال البخت الآن ما هي؟ البخت هي الجمال الكبيرة الضخمة، مفردها بختي، والمؤنث منه بختية. قال كأسنمة البخت المائلة، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. قال إيش يعني؟ يعني هذه تطول شعرها ثم تصففه وتجمعه ثم ترفعه إلى الأعلى، يصير كالسنام كأسنمة البخت المائلة. أيضا لماذا هذا؟ لتشد أنظار الرجال إليها فينظر إليها بشكل حرام. سبحان الله، من أين أعلم الله رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا؟ من علمه المويد المكنون. لا، هذا نرى دائما تصفيف الشعر وهذه المناظر التي نراها العجيبة الغريبة للنساء، ويخرجن بها في الشوارع وكذا وكذا كأسنمة البخت المالية. كل يوم موضة جديدة في الشعر، موضة جديدة في الشعر، ويفعل ويخرجن بها لينظر الرجال إليهن. سبحان الله، مصيبة، مصيبة. لو كانت تفعل هذا وتحتجب ثم تأتي لبيتها ليراها زوجها فحيالة. من أيام، لعل بعضكم كان حاضرا بارحة والبارحة، يعني من أيام تقريبا، نعم، ذكرنا في أحكام الزكاة في درس العشاء من كان حاضرا في صلاة التراويح، ذكرنا ذهب الزينة للمرأة، وقلنا الأولى أن تخرج عليه، لأنه قول عدد من أهل العلم أن تدفع عليه الزكاة، لعل بعضكم كان حاضرا. وقلت حينها:
إن ذهب الزينة الذي يجوز للمرأة عند بعض أهل العلم ألا تخرج عنه الزكاة هو زينتها لزوجها أو في شيء مما أحل الله لها. أما الزينة للأعراس والزينة للتفاخر والزينة للتكبر على قريباتها فهذه ليست زينة. الإشكالية في كثير من نسائنا أنهن لا يتزين لأزواجهن بل للنساء في الأعراس والحفلات والكتابات والملكات. والله شفتوا كويس 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 ايش اللي حصل يعني؟ أنت متزوجة وانتهى الأمر. لو قالوا عليك ولكن معلوم النساء لم يعني أمرهن معلوم. المهم فأنت لمن تتزينين إذا ليس لزوجك فأنت تقصدين الشهرة وهذا حرام. بناء عليه يجب عليك أن تخرجي الزكاة قولا واحدا عند الشافعية والحنفية. واجب عليك تخرجي الزكاة قولا واحدا بالاتفاق لأن هذا ليس ذهبا للزينة هذا ذهب للتفاخر للتفاخر للمنظرة ليس ذهب زينة لزوجك سبحان الله. لذلك قال رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة مع ذلك هؤلاء قال لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها الله أكبر ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا في لفظ في غير صحيح مسلم وإن ريحها ليوجد من مسيرة 500 سنة لا يجدن ريحها. فالأمر أيضا خطير خطير خطير. المسلم ينبغي أن يكون حذرا. أبنائي بناتي يا أولادي أنتم في ذات قلبي لا أرضى لابني أو لبنتي لابني أن يتشبه بالنساء فيعذب ولبنتي أن تخرج هيئة لا ترضي الله عز وجل فتعذب. أنا حريص عليكم على دينكم أكثر من دنياكم أكثر من دنياكم. الآن بعض الإخوة عجب زوجته بعض يقول لبس حجاب. ما هو الحجاب صديقي الكريم؟ قال والله حط على شعرها وصدرها ظاهر يعني مكشوف لكم مكشوف كما قلنا كاسيات عاريات يعني واضح الأمر. التي تلبس كنزة ضيقة وبنطال ضيق هذه لابسة حجاب ما هي لابسة حجاب ولو سترت شعرها ليه جمال المرأة في شعرها فقط؟ كم من المسلمين والمصلين والقارئين القرآن يفعل هذا؟ لك يا أخي أنت يأتيك والعياذ بالله تعالى حماك الله لا تفعل يأتيك لعنات من الله بذلك. أمر فيه خطر خطر ليس أمرا سهلا ما هو أمر لعب ما هو أمر تسلية. وأنت يا أختي قد تكون امرأة طيبة في قلبها قد تكون امرأة فيها خير قد تصلي أنت تذهبين بأجرك كله بهذا المنظر. قال تستر شعرها ثم باقي جسدها كله مجسد وتخرج للشارع وينظر إليها الرجال ثم تقول أنا متحجبة أي حجاب هذا؟ هذا أيضا موضوع آخر له يعني مجاله. فالمسلم يحجز زوجته وأهله يحجز مو بمعنى حجز يعني يفرض عليهم سجن لا يحجزهن عن معصية الله هذا حرام. يا أختي يا بنتي يا زوجتي هذا حرام هذا لا يصح أنا لا أرضى أبدا بمثل هذا الحرف حتى ترجعي إلى طاعة الله عز وجل حتى تفيئي إلى أمر الله. إذا فاء الإنسان فحي هلا وإلا فإن رغم ذلك باب التوبة مفتوح مهما أراد الإنسان مهما وقع في المعاصي باب التوبة مفتوح. فينبغي للعبد أن يراجع نفسه ومن حوله حتى لا يتشبه بمن حرم الله التشبه بهم أو لا يلبس لباسا لا يرضى الله تعالى عنه. أسأل الله لي ولكم وللمسلمين السلامة والعافية من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله.